الأهلي العالمي يضيف الصور الإفريقي الثامن بعد الفوز بركلات الترجيح 6-5 على الرجاء المغربي، ويقترب خطوة من ريلامي في سباق الأكثر تتويجا بالبطولات القارية. كابتن علاء ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أيمن. مباراة ماراثونية عدت مرحلة الصعوبة الحمد لله، لكن هو ده النادي الأهلي، تلعب لحد آخر ثانية، طول ما في وقت أنت بتلعب وعندك أملك ممكن تتعادل ممكن تكسب. كان عندك اليقين ده؟ تحس ان اتعودت الحمد لله. طبعا على فكره ده تعود حلو، على فكره تعود. كونك انت تبقى قاعد وعندك ثقه في فرقتك ان مهما الوقت بيعدي ومهما خلاص ناقص وقت قليل قوي، انت على يقين. بس اتشدينا جامد جدا جدا طبعا جدا، خصوصا كمان في ضربات ترجيح كمان صعبه جدا، مفيش حد ضايع فيهم خالص، لكن في الاخر الحمد لله بطوله غاليه وبطوله الحمد لله كبير داخل النادي الاهلي تاني. وكل التحيه للاعيبه النادي الاهلي وطبعا جماهيره العظيمه، ان هم لحد اخر ثانيه بيلعبوا على الامل ان هم في تعادل ان شاء الله. صحيح. في تعادل، ادام تعادلت دخلت ضربات الجزاء دايما، تحس ان البطوله دي لا يعني ربنا كاتبها لك. طبعا الحمد لله رب العالمين، والف الف الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن.